يحذر العبد ربه بأن يتقي عذاب الله، بأن يتقي ما يكون أمامه في اليوم الآخر، يحرص على أن يكون من الصالحين، يحرص على أن يكون من التوابين، يتقي الله حيثما كان. فإذا زلت القدم ووقع في الذنب سارع وتاب إلى الله، فندم على ما وقع وأقلع عن الذنب وعزم على ألا يرجع إليه. بهذا يحذر العبد ربه سبحانه وتعالى. فعلى العبد الناصح لنفسه أن يتقي الله دائما، وأن يحذر الله دائما، وأن يخاف عذاب الله دائما، حتى يكون من المفلحين.